وفي تصريحات عقب الافتتاح قال رئيس الوزراء إن المصنع صرح صناعي عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر ويوفر فرصا كبيرة للعمالة المصرية. الحقيقة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاؤه على أرض مصر، والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تجتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي للتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا. أيضا احنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة، كان شركة هاير الصينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم، ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع. النهاردة احنا موجودين في شركة بيكو اللي هي تاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو هيفتتح مصنعها في القريب العاجل.